أخذ اللي فيها من أمتع تمام؟ هذه الصورة فيها بس ممكن هاي اللي من العذر عندهم هاي ممكن تكون مركز التغذية قام المجلس المحلي في مدينة زملكا بمبادرة باتجاه مشروع إنارة الطرقات في المدينة من خلال اللدات عن طريق تأمين المواد والمتطلبات لهذا الأمر من خلال الموارد الذاتية والإمكانات والكوادر المحلية. تم وضع الخطة بهذا الاتجاه من خلال تنفيذها على مراحل. تتم المرحلة الأولى باستهداف تنفيذ المشروع على الشارع الرئيسي في المدينة، والمرحلة الثانية الشوارع الأخرى، ومن ثم الحارات والشعبية والطرقات الداخلية في المدينة. بهذا المشروع هذا كرمال حاجة الناس لأنه نغير شيء هيك من الواقع اللي انفرض علينا 4 سنين مقطوع الكهرباء عن مدينتنا وعن الغوطة كلياتها، ظلام دامس مثل ما لك شايف. الحمد لله رب العالمين، الله وفقنا وقدرنا نغطي مسافة كبيرة من البلد. الشوارع الرئيسية تقريبا غطيناها، باقي عنا الشوارع الفرعية، الحارات الفرعية. طبعا عمل صدى إيجابي عند الناس هالمشروع، وصرنا مطالبين انه نمد يعني، وكل واحد بيقول لك وين انا وين حارتي وين، يعني صرنا الحمد لله عامل صدى ايجابي كبير، العالم تقبلته وحتى غير من حياه الناس هون عنا. يعني بعد 4 سنين ظلام دامس الحمد لله رب العالمين هلا رجعنا وقدرنا انه ننور البلد من دون شيء. هي قصه بدها امكانيات دوله، نحن الحمد لله رب العالمين ما في عنا اي شيء من الامكانيات هي اللي عم بقول لك عليها، وبارادتنا ومن الأنقاض، ولا اعتمدنا لا على دعم ولا على مساعدة ولا على شيء. الحمد لله رب العالمين كل شيء عم نعمله هيك مالك شايف. تقريبا هلا نص زملكا، نص مدينة زملكا تقريبا مغطاية ومنورة. إن شاء الله هلا مكملين من دون أي دعم من حدا، بجهودنا وبإرادتنا وتمرد على الواقع اللي انفرض علينا. الفولت اللي أسسوها بعض الجمعيات هون والفعاليات اللي اشتغلوها لإنارة الشوارع تعطي شوية اطمئنان للمواطن بالمسير بالليل، وبعض الحركة صارت في حركة. كان المواطن بحاجة من 6 سنين لحد الآن من دون كهرباء. بظن يعني إنه ما في مجتمع بالعالم كله بالكرة الأرضية بيتحمل 6 سنوات بدون كهرباء.